من الله اللي يلهمه، الله اللي يلهم الشخص. ترى سبحانه الله، سبحانه الله سبحانه وتعالى يلهم الشخص. والله من حاجة محمد صارت لك في حياتك ربي ما همك إياها، ولو إنك سويتها إن كان ربي، لكن ربي ما بعد كتبها لك. حكمة الله، حكمة الله. ربي ما بعد كتبها لك. تأكد ربي كاتب لك يوم بيجيك فيه رزق، تأكد ربي كاتب لك يوم بيجيك فيه شيء مضرة، لكن ترى مو مضرة، خيرة لك. الدنيا دروس. فلا تكرهوا شيئا هو خير لكم. يعني تأكد يوم من الأيام يجيك شيء يضرك الرجال، لكن الله كاتب لك في ذا المضرة خيرة. كاتب لك فيها خيرة. يعني إحنا أحيانا تجنى أمور، أحيانا عصب، أحيانا نضيق، أحيانا نشائم من شيء، في النهاية لا تذكرنا نرجع ونقول فلا تكره شيئا خير لك. يعني أي شيء يجيبها الله لك خير. يعني الله أمرك اليوم في 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 ذا المشية أن الناس طال عمرك يمكن حاجة سويتها أنت بدونك فيها الناس، يمكن سويت حاجة تجي سلبية عليك. حلو، نرجع الموضوع فلا تكره شيئا خير لك. تهون عليك. أنا بنشدكم يعني كل ما أنا من حاجة سويتها يعني اللي صارت له يقولها حقيقة، أنا أبغى حقيقة. يعني صارت لك حاجة وضقت منها، إذا ضقت منها تذكرت أنت مقولة فلا تكره شيء وهو خير لكم، كنت ود أكيد خير لي أنا بقول لك. ورجعت هونتها نفسك، صح أو صح؟ صح. أنا بقول لك مثلاً حقة البرنامج الأخير اللي أنا طلعت منه، حلو، أنا طلعت ويعلم الله مثل أي شخص كنت مضايق، لأنه كان حلم وزي ما تقول تبخر قدامي. رجعت البيت قابلت أمي، قالت يا محمد أقسم بالله العظيم إني فرحانة، لكن ما حبيت إني أقول لك يا محمد عشان تتكذب، كنت 90 يوم بتقعد هناك بتضايق. وقتها والله حتى كنت كلمت المدير، كنت مستقيل من وظيفتي علشان البرنامج، قلت يا البرنامج يا الوظيفة، لأن ما تعرف ما أقدر أجمع بينها. الله الله. المهم وتركتها. وقتها كنت حاطم ما عندي وظيفة. اليوم الثاني يدق علي واحد، قال أنا دريت إنك كذا تعاني في المكان الفلاني، أنا أدري إنك الحين تركت وظيفتك، وأروح وأتوظف ذيك الوظيفة الحمد لله. بعد فترة زانت أداوم، أنا زي ما تقول مرتاح أكثر من دوامي الأول. دوامي الأول تعب والله، أنا تعب والله إني أداوم ولا لي خلق. الدوام ده في راحة. الأمر الثاني جاني واحد من الشباب قال لي محمد تعال البرنامج هذا، يعني جاء الخير من كل صوب، مع اني كنت كاره الشيء الاول اني طلعت من البرنامج. فدخلت في دخلت في شراكه مع براند عطور، دخلت في كذا، فالخير جاء من كل مكان الحمد لله. الحمد لله. يمكن لو دخلت البرنامج، يمكن لو دخلت البرنامج الامور هذه ما صارت. تستاهل الطيب. الله يلعن. فالحمد لله على كل حال. يا ربي يوفقنا. وطبعا عشان تكون صوره الدوام اللي انا فيه ذحين يعرف الرجال. لبيه ابو العز وش صار؟ الله يقطع وجهك. ما في شيء ما في. انا عارفه. كيف صرت كيوت قلب الله يقطع وجهك. طيب عدنا من المواقف يا عز. موقف نفس كذا عز ده شيء كرهته واجد، شيء كرهته في انا في اشياء كثير بحياتي. انا ناسي الحين ليش. انا اقول لك ليش. انا شخص انت بيك في هذا الحين زين من صغري وانا غامر عز جود. يعني ابوي الله يطول بعمره هو اللي عودنا على شيء هذا، فهمت؟ انه ما يحب يخليني اجلس، هو يهمه باللذات كلها مو ايوه، يحب يخليني فهمت اللي دائما مغامر دائما الحياه مغامره اول شيء. ايوه ابوي دائما كذا. فمواقف كثير لكن بذكر اقرب موقف صار يعني برنامج اللي دخلت انا برنامج تخبرون من كلكم سكرت توقف. ايه توقف صح. قعد مشاهر بعدين توقف البرنامج. والله العلي العظيم اني يوم توقف اني ضايق خلاص، قلت خلاص البرنامج ما عنده براجع اذكر كان تقول لي اي وقلت ما عاد اني منجح، مع انه يوم طلعت كان عندي جمهور قوي، لكن وش قلت يا ولد خلاص يعني راحت علينا 3 شهور ما عشنا الا فيها يمكن 30 يوم وتضايقت بالحيل. طلعنا اي طلعنا احنا متضايقين. اسمع جيل فطلعنا احنا متضايقين كلنا، وانا كنت مره متحطم يا ولد. بس سبحان الله شهر اللي توقفني فيها جتني اشياء وجتني امور اقسم بيت الله ما اعلم فيها الا الله. استانست بالحيل. وبزودا على ذلك رجع برنامج ورجعونا ودخلنا ونجحت اكثر من قبل. شوف كيف سبحان الله. وانا بالبدايه كنت مضايق لما طلعنا، فشوف سبحان الله خير. اي نفس ما قال علي، فهذا من ضمن المواقف اللي فعلا كرهتها وبغضتها، لكن بنفس الوقت سبحان الله جتني خيره، جتني شيء كذا حلو. هذا الموقف يا رب يوفقك دائما. دائما موضوع الكلام هو يمكن فعلا حقيقي والله العظيم، هي يمكن رساله توصل ولا يمكن احيانا ترى صار منك عمر يفيدك، وأحيانا أكبر منك عمر أنت تفيده. ف
فترى الفائده مين محجوبه على ناس من دون ناس. صح، ترى احيانا حتى الشيخ الفعلي، الشيخ اللي يحدث يحتاج منك فائده وانت تفيده ويفيدك، فالدنيا كلها اخذ وعطاء. كل يوم كل يوم تستفيد اكثر من قبل. انا اول والله حتى قبل الاعلام، قبل الشهرة، ترى انا ماني بشاعر ابد ماني بشاعر، واصرح اني ما بشاعر، لكني يمكن اكتب متذوق. على اللحنتات متذوقها. فجاء في بالي بيتين، والله جاء في بالي بيتين وانا داخل المسجد. فانا رجال عندي اهداف، عندي طموح، عندي امال بحققها. ما انا ممكن ما بتحققها الحين، بحققها. كل واحد يطمح حتى لو وصل نواصل. نعم. فدخلت المسجد ولا الإمام يصلي والناس كلهم كبيرين يصلون، كلنا تحت الله وتحت رحمة الله سبحانه وتعالى، والناس كلها يعني شعور الخشوع، الناس تصلي. فجتني البيتين، سبحان الله، الشيطان نوى يكتبها، الشيطان نوى يأتيني وأنا بكبر. يلا يا قابل صلاة المصلين، شوف كيف في البداية كذا، يلا يا قابل صلاة المصلين، فبتطري كذا، يلا هيك ابسط المصلين ده بركبها. وانا طالع المسجد، والله اني ركبتها من بعد جيت البيت، والله اني ركبتها من بعد جيت البيت وانا امشي، قلت يلا يا قابل صلاه المصلين ابوح لك ولا لغيرك ابوحي، ارجيك يا غفار يا رب يا معين تحقق امالي. سلام، ارحب يا خالد، مرحبا، يلا حي يا مرحبا يا ابو حمد، الله يبقيك، يا مرحب 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 ابو حمد، الله يحييك، كيف الحال؟ هذاك ما يزال، مرحبا، يا مرحبا، الله يحييك، كيف الحال؟ صحتكم طيب، علومكم صحتكم طيب. وشو الحبه ذي طالعه اليوم؟ وقتها غلط، الورد عليه حرام اني مشطب، بشرط اني اخليها تروح تنطبها. لا تنطبها ولا تنطبك، شو علومكم؟ ساكن طيبين، صحتكم، ربكم طيبين. هذي هو رجال، خش هناك صح. يا مرحبا يا خالد، الله يبقيك ويطول عمرك. هذه بيفقع عيوننا الحين، والله نفقعها. شلونكم؟ سلامت علومك، يلا حيه. شلون صحتكم؟ وش التخير هذا؟ وش قد والله العظيم عزامي بنومه، بس والله سم نومة، لا والله ما هي بنومه، من الساعه 9 الصبح انا مع الربع يا ورد، انتخابات انتخاب الانتخابات ذي، اني والله العظيم اني ارجع إلى الساعة 8:30 وأنا عندهم في الانتخابات. إي والله حتى وجهك تعبان يا ولد، من الساعة 9 الصبح وأنا أرجع راقد أمس ولا لا؟ يوم عقب البث. إي نمت، قمت اليوم مخلص الأمور، مخلص الدنيا، نسأل أن الله يوفقكم وعلومكم. ساكن طيب، زاد علومك، كيف الحال؟ ربكم طيب الحمد لله ونشكر، عسى الله. ما تعبت، كنا نسولف يا خالد عن موضوع طرحها ابو هادي اسمه العدوك، اللي هو الشو، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. والرجال قال له موقف، وذا قال له موقف، وابو سيف قال موقف، وانا قلت موقف. صار لك شيء في ذا الحياه كرهته في البدايه وبعدها انفتحت لك امور واجد؟ ربي عوضك الاشياء اللي صارت لك. لخمك سؤال؟ لا اله الا الله. شف، هو يعني مو بكرهته في البدايه، بالعكس كنت متحمس له في البداية. ولا جاك؟ سويت ما رايدوني فيه عشان تجيبه. اي والله. وجاء. هذا موضوع طال عمرك انا كنت بفتح لي مشروع ثاني. اللي هو مشروع فود ترك. قررت اني اسوي لي فود ترك شاهي. والله يا رجال حطيت ما رايدوني، اقوم اطيح. واسميه باسم. يعني سالفته طويلة. أبد، خذ راحتك. والله طويلة سالفته. أربك سويتها. بتجيكم السالفة. نكمل جزء ثاني. والله صدق سالفته طويلة. ليش؟ لأنه قررت إني أسوي فوت ترك، يعني عرفت؟ وضبطت الأمور إني فوت ترك يا رجال، يعني لو تشوف إيش بتقول؟ الفكرة اللي في بالي. يا ولد بتقول ذا يعني محل مو فوت ترك. ما شاء الله تبارك. إيه. يعني طوله سبعة ما شاء الله. اي والله، حتى جلسات فوق والدنيا ما شاء الله تبارك الرحمن. ضبطته من والى الحين، بديت باول نقطه تفننت فيه. اي زان الفوت ترك وجهز ورتبته وكل حاجه،
لدرجه حتى الاسم يعني ابتكاري، مو اسم ابتكاري، يعني اني وانا قاعد احط اني تزود حرف تنقص حرف، تعرفون السيستم يرفض احيان ايام انه يكون اذا زودت حرف يكون ماخذها واحد ثاني، لا تزود حرف تنقص حرف هو نفسه، لو تحط 14000 حرف نفسه. يعني همس اني اعرف الاسم. لا 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 بعلمك باسمه. لا بقول لكم اسمه. فجأة طلع الاسم ذا ترند في تويتر. انت صرحت عنه؟ والله ما صرحت عنه. اي والله. في البرنامج الاسود. ما ادري ايه. ما ادري وش اللي يعني خلاه يعني يطلع ترند، او من اللي سرب المعلومات او من ذا الكلام. اوه طلع ترند قبل ما قبل ما اعلن. فتحت المحل؟ توني خلاص جهزت كل حاجة بفتح المحل. حول 6 مرات واللي عندي بيذكرون الشيء هذا، حول 6 مرات كل ما جهز الدعوة الافتتاح في يوم الفلاني أخوك مخالد السري كيت 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 أرسلها لأخوياي طب تعسر يجي شيء خربه تطلع لي مشكلة. مشكلة يا رياجين، يعني أول مشكلة جتني أول ما وقفته جاهز من وإيده. ليتك كبيت عليهم ماما مقلي. والله رياجين إنه جاهز. أسمعت مقلي. مقلي. والله رياجين إنه جاهز من وإيده. كان عندنا عشاء، طلعت برا خلص الشغلة أكلم واحد من العيال. تفاجأت إنه واحد عند الترك يوم تفاجأت لا يعني الترك مسروق. مسروق. مسرك بالله. مسروق منه يعني حاجات. من داخل محلك. إيه من الترك. واروح وابلغ وخليها تعدي. يوم جيت بفتح ثاني مره ترى يوم انسرق كنت يعني مجهز الدعوه على اني بفتح في اليوم الفلاني. اوه يعني اللي سرقه هو اللي سرب الاسم. ما ادري انا والله العظيم اني ما ادري ولا بحثت انا في ذا الشيء. ليش ما بينها والله تبي تسوء الظن بعد. اي ما بيسيء الظن اول شيء ولا بيعرفه يا اخوي. ابرك. اي والله ما بيعرفه خله. أنا مكي أموري سبحان الله عند الله. جي الموضوع الثاني طال عمرك عقبه الاسم باسمي سكة واستكان شاي سكة واستكان باسمي ما حد قد خذها. تفاجأ يا رجينا مأخوذ من اسمي محطوط باسم شخص ثاني. مسموح يقدر يصير شيء هذا؟ يا ولد أنت اسم المحل كيف هذا الكلام؟ يا ولد تعسرت المشكلة في دي يوم جيت بفتح قال دوقك الاسم ذا مو بلك غير. قلت كيف مو بلي؟ أنا دخلته في السيستم. طيب إيه ونشوف وروح أراجع. أنت شوف سبحان الله أنت في دولة طال عمرك ما يضيع حقك. ونروح ويدخلون على السيستم ويشوفون الأولوية من هي له، هل أنا الخالد أو للشخص الثاني أو للشخص الثاني يمكنك أنت متعدي عليه. تفاجئوا اني انا قبله باسابيع ما اخذه. انا قبله باسابيع انا اللي طلع ذا الاسم يعني ما حد قد خذاه. وياخذونه من عنده ويعطوني اياه. يلا بسم الله بنفتح. عدلت الامور اللي فيه. حلو. ايه وتطلع لي مشكله ثالثه. لا لا صبر انا. اي والله يا من داعي عليك انت؟ والله يا رجيل اني عفته عوف. عاد وجهك بريء ما تضر احد. قلت يا ولد بجل ذا الامور ذي كل ابوها. اطلع من برخك تدري نطلع. رحنا من القرية العليا نطلع وادنا يطلع بر 3 أيام 4 أيام أبي أطلع من الجو اللي أنا فيه وأروح نطلع في البر طال عمرك. ثاني يوم وطيح ينكسر ظهري. لا إله إلا الله. إي والله أنكسر ظهري تعود بالله وأرجع. يوم رجعت يا رياجيش في الرياض يوم دخلته والله ما عاد تتلف والله من والله انه كن الرياض ذاب كبره على راسي. كن ذا الرياض ذاب كبره على راسي. واطلع برا الرياض. رحت يم الخرج عند عيال اختي. مكسور رايحين فيها جالس عندهم على كرسي ظهري منكسر. يا ولد صور قطعت سناب. فترة قطعت كل شيء. قطعت البثوث قطعت كل حاجة. يا ولد سو افعل يا ولد انت ارفع الكاميرا عنا بنفتح مواضيع. لا تجلس كذا. يقول لي يا اختي لدرجه انهم قاعدين يحاولون هم يعدلون الجو عندي.
والله العظيم منهم يجيبون لي ستاند ويجيبون لي الطاولة وأنا على الكرسي. يقولون بث. بث افتح بث سولف أنت ياهم علمهم إني أفتح بث مجرد إني أعلمهم إني أنا طيب وبخير. جلستني أيام طويلة في الخارج. أكبر رجعت يا ولد أبفتح خلاص أبفتح ورتب أمور ورتب السرقات اللي فيه ورتب كل حاجة. تدري ذا الحين وش باقي له؟ للحين ما فتحته؟ إلى الآن ما فتحته. أسألك بالله تدري وش باقي له؟ لو أقول لك وش باقي له تنصدم، ترى خسرت عليه مبالغ بشكل ما تتصور. والشيء اللي ناقصه بسيط بس ما ودك تجيبه. وش اللي ناقصه؟ انك تفتح ولا شيء، عمال بس حطهم فيه وافتح. عمال اللوجو الاكواب الاكياس كلها من والى جاهز. كم لك ما فتحته يا حبيبي؟ باقي ما فتحه كامله. كم لي وانا اشتغل فيه؟ لا كم لك شهر وانت ما فتحته عقب سالفه كسر ظهرك؟ يعني قد فوق 6 شهور 7 شهور. اوف والله طويل. 6 شهور او 7 شهور والله اكثر. يعد من الشتاء يا الله. يا رجل قسم بالله اني اشتغل فيه قبل ما يبدا الشتاء، اني اقول بدايه الشتاء بفتح عشان يجي. والله العظيم نشتغل فيه يا رجل قبل بدايه الشتاء. الله كاتب لك ان شاء الله الخيره. كاتب إيه؟ لك شيء ترى كل تاخيره فيها خيره. الله كاتب لك قلت يا ولد. الله كاتب لك شيء افضل من اللي في راسك. إيه والله. اللهم قلت يا ولد برجع برتب امور بفتح. خلاص السرقات اللي فيه برتبها، الامور اللي فيه كلها برتبها. الى متى قد اشوفه واقف؟ رجيت 3 مرات اني اراود نفسي رجيني اشب فيه والله. ثم والله ما حد يسوي يرجع الحل. انا تراودني نفسي اني اشب فيه يا ادبي. خلاص عفته خلاص خليه يروح مني. عفته. يروح من عيني. بعت ولا اني اشوفه قدام. ما يبيعه الرجال. ما بيبيعه عافه لاني انا مشتغله شغل يعني ما انا ما اتوقع ان في فود ترك في الرياض من نفس الفود. وغير كذا لو بعته ما راح يجي زي اذا بدك تشب فيه علمني. والله والله اني صادق اني ما اتوقع على الاشياء اللي انا مشتغلها فيه. ما اتوقع ان على الاشياء اللي انا مشتغلها فيه في فود ترك في الرياض مثلا. غير كذا حتى لو تبيعه ما راح يجيك السعر. طيب بسالكم سؤال. مشتغل عليه كشفتوا فود ترك في جلسات فوق؟ لا اول مره اسمع. اللي اعرفه كرفان. جلسات فوق اللي اعرفه كرفان. فود ترك لا. ردي واحد من اي طقطق علي يقول انت الظاهر انك جاي تسحب راس تريلا ما يبيك سطح. شو مزين انت؟ قلت خلاص برتب امور بفتحه. وين بفتحه؟ ورتب امور ورتب السرقات اللي فيه ورتب دنيا عقب ما تشاف ظهري ورتب الامور. يوم جيت بفتح يوم سرق ثاني مره. اشو احسبك بتقول عمال انخطفوا؟ بقول لك ملت. والله رايجين ما جاكم الا الصدق. اخر سرقه له حتى اللي كيف يسرقونه؟ اللي يعرفون خالد ويتابعونه اني مصور سرقته. والله اني ما بيزل في كاميرات؟ لا ما في كاميرات. مصور سرقته والله ما ادري هو في 19 او في 18 رمضان. الله يكتبها الله يكتب فيها الخير يا رب العالمين ويعوضك باللي اعطيه منها. اللهم امين. بس خذ راحتك. ما ادري في 17 او 18 رمضان اخر سرقه مصورها له. كيف يسرقونها؟ يا ولد في يجي يدخل يسرق له حاجات. يدخلون المحل. ما قفلته الا مقفل يا ولد. ما ادري شلون يدخلون. سكن 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 جن ورب البيتين صادق. قلت يا ولد صح. قلت يا ولد يمكن مسكون فود ترك. تدرون يا عيال ان اخر نقطه وصلت لها السرقه الاخيره اني ما بلغت. بلغت؟ ما بلغت. خلى لوجه يا حبيبي. خلاص وخليه وروح. طب ليه ما تغير محله؟ واروح واخليه واروح الديره. تعرفون بالعشر الاواخر قعدت يا ولد اطلب الله وكذا قعدت واد يقول ظهرنا لجاء ايام العيد افتح العيد افتح. لا افتح ذلن على نفسي. ما لومك. اي والله ذلن على نفسي اني طحت وانكسرت. تمرمط مرمطه ما قد مره في حياتي. طبعا انا يا عيال فيني عاده سيئه. وش العاده السيئه ذي يا اخوي؟ ما 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 اقبل يعني الشيء اللي الخساره. من حقك ما في احد ما يقبل. والله والله يا عيال يعني معليش يعني بس الخساره ما اقبلها في اي امر كان. الله اكبر عليك. والله اني صادق. السلام. في اي امر كان ما اقبل بالخساره. في مشروع ولا في منافسه ولا في اي امر. من ابسط حقوقك يا ما اقبل عليه. من ابسط حقوقك
ممكن تقول هذا شيء عيب انك شخص يعني ما تقبل خساره، الناس تخسر صح وتنجح اي من ذا الكلام، بس خساره عندي تسبب لي ازمه نفسيه والله العظيم مدنيه ما الومك تلعب فيني لعب. طيب فكرت تغير مكان في الترف الى الان ما بعد فتحته لا غير محله بس اغيره شلون محله وين بس في الرياض اي في الرياض ما ودك وين مكان في الترف بالضبط لا طيب ليش ما تغيره من المنطقه طيب اصدمك بحاجه تدري كيف سويت هذيك اني ساحبه حاطه ببيتنا ولا يكون ينسرق في بيتكم ينسرق عند قدام بيتنا وش هو الفرق العين طيب والكاميرات ما تجيبه دغش ما تجيبه ما تجيبه طيب ليش ما تركب الكاميرات في الفود ترك حقك ظاهر هذا اخر نمط اني بوصل اني بركب كاميرات هذا واحد عندي احساس شوف انا ما اسوء الظن ما اسوء الظن بس واحد حاط كفاله ويبي يكره والله شوف انا انت وجهك ما تؤذي احد حتى وانا اخوك في الاسم يعني تخيلوا انه قال ميدي تبي اعلمك من هو الشخص من هو الشخص اللي ماخذ الاسم منك طيب يمكن راعي الشخص يقول كذا تبي اعلمك من هو الشخص لا لا تكفى لا تعلمني ولا شيء رجع الاسم باسمي انا رجال لا بيدخل لا في معنى مشاكل ولا بيدخل لا في مشاكل يمكن هو طيب يا اخوي ما بيعرفه يمكن هو انت ما تبي تعرفه بس يمكن الشخص لانك رجعت الاسم انا مو قصدت شيء بس اللي ما يخاف ما يسلم يا كان عشان اذا مسكت هذا الرجل اللي سرق الفترك ايش راح تسوي لا والله لا يجعني ان شاء الله اني ما امسكه وجعني والله ما قدر الله انه جاب يا اخوي العيش الله لا يهينك سكرها ما بي ما بي يا عيال انصدم انصدم في حاجه ولا انصدم ممكن يكون شخص قريب ولا شخص لا قدر الله بالعكس شخص اعرفه ولا يا اخوي بلاش قدر الله وجع عندك قدو عندك خلاص قال انا سرق الفترك بندر واجد محمد ايش بتسوي قل امين قل امين الله انا اللي سرق الفترة لا والله دقيقه لا والله انك تكرم غلط اللي سرقها لا والله انا اللي سرقها والله انك تكرم من الصرق طيب اسمع ما ادري انا سرقت يلا شفت ما نمشي بك شيء ايش بتسوي خلنا ورا اقول لك ف يعني يا ولد ما بيعرف الشخص ذا اللي والله هذه ما بيعرف تخيل انك شخص تغلي يو ممكن شخص اعزه ممكن شخص قريب مني ممكن كانت حلوه سرقت خليه يروح بخير ان شاء الله الله يستر علينا هذا اي والله فهذا هو المشروع شوف انا بقول لك شيء هذا هو المشروع تبي اقول لك شيء يا خالد اللي فتح موضوعه الدرعاني ايه محمد ف مشروع ذا يعني ما ادري يا اخي ابى اقول لك شيء خالد كل شيء خالد استوعب معي يمكن ربي جالس ياخر لك شيء هذا الحين يعني انت كل ما جيت بتفتح المحل جاك شيء انكسر ظهرك انسرق كذا مره يا اخي سبحان الله كان ربي يلهمك انك لا تفتح هذا المحل والله اني كنت برتب لكم محل هو اصلا ما شاء الله تبارك الرحمن من يوم قلت لي انه 7 متر وجلسه فوق انا تخيلت الشكل قدامي يعني اصلا ما قد شفت فود ترك زي كذا والله تدري يعني قد شفت لك فود ترك في جلسات فوق فود ترك جلسات قل ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله قل ما شاء الله فلوس ما تبع فلوس ما شاء الله قل ما شاء الله انا تدري مسوي فود ترك من قوم يتخشته العب شوف والله وكل العيال يدرون وان عند البيت وتعسرت طيب ليش ما يدري دخلنا في معمعة وصرقات والدنيا الحرامي خطط يعني تدري تدري جبر تدري يا جبر كم طولها الترك 7 ما شاء الله 7 طوله جلسات فوق كيف 7 7 امتداد 7 امتداد يعني هو العيال يطقطقون علي يقول انت بتسحب براس تريلا ولا بتسحبه طيب الحين ليه ما ترد المشروع الجديد؟ موجود ما ينقص شيء يا ريت ناقص العمال بس جيته تجيك المشاكل من حيث لا تحتسب سرقات تخيل انكسر ظهره ايش ناقصه؟ تدري الحين ايش ناقصه؟ عمال صل على النبي عمالك عندي جاي عمرك والله العظيم